بالأمس القريب ومن هذا المكان أيضا شهدنا إطلاق مشروعنا الوطني الأعظم لتنمية الريف المصري حياة كريمة، والذي نسعى من خلاله إلى رفع مستوى المعيشة لأكثر من 4000 قرية، مستهدفين تحقيق التنمية، تنمية حقيقية وتحسين جودة الحياة لحوالي 58 مليون مصري. أنا قلت الموازنة دي المرة اللي فاتت، لكن الأرقام اتغيرت خالص. يعني إحنا لما أطلقنا المشروع دوت من سنتين تقريباً كنا بنتكلم، قلنا ممكن تبقى 700-800 مليار أو تزيد. أنا عايز أقول لكم إن المرحلة الأولى وحدها، المرحلة الأولى اللي إحنا شرفنا على الانتهاء منها، تكلفتها وصلت لأكثر من 350 مليار جنيه. أكثر من 350 مليار جنيه للمرحلة الأولى فقط. يعني أنا زي ما قلت قبل كده لكم إن المرحلة الثانية والثالثة اللي إحنا إن شاء الله مصرين على تنفيذها يمكن تدخل في أرقام أكثر، تصل إلى مجموعهم مع بعض تريليون جنيه. وها نحن اليوم نشهد نجاحاً جديداً كتبته أيادي المصريين المخلصين في مجتمع مدني يستهدف دعم منظومة الحماية الاجتماعية بتكامل عمله مع جهود الحكومة والقطاع الخاص. فتعمل القطاعات الثلاثة من أجل تحقيق التنمية المجتمعية والأنشطة الخدمية لصالح المواطنين على امتداد محافظات مصر، مستهدفين في ذلك الوصول إلى الأسر والفئات الأولى الأولى بالرعاية وتقديم الخدمات المجتمعية لها في مختلف المحاور.